من الرياض معنا عبر الهاتف الأستاذ سليمان العقيلي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير، أحييك أحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ سليمان. هذا التجديد للتضامن من قبل دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعها هذا اليوم ورفضها الممارسات الاستفزازية القطرية، هل بالفعل من الممكن أن يضع حد هذه المرة للتهديد الأمني القطري والتدخل السياسي القطري في شؤون هذه الدول؟ نعم، لقد أظهرت الدول الرباعي العربي تضامنا وتأكيدا صارما على موقفها المتضامن والمتحد وذي الرؤية الاستراتيجية تجاه قطر، وبالتالي تجاه الوضع في المنطقة في الخليج. ولذلك أنا على ثقة بأن هذا الموقف يعني يطوق النزاعات السياسية والأمنية القطرية التي لمسناها خلال الفترة الماضية، وسيضعها في حجمها الطبيعي. كما أنه أيضا يمكنه أن يضع أي نقاط على الحروف بالنسبة للتفسيرات التي صدرت من قطر عن تضعضع وحدة الموقف الدول الأربع، وبالتالي فإن هذا البيان وهذا الاجتماع يؤكد من جديد على وحدة الهدف تجاه الأمن القومي العربي وتجاه أمن منطقة الخليج. إذا ما تحدثنا في ملف آخر أستاذ سليمان، هناك دعم كبير قدمه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تلخص في تخصيص 1.5 مليار دولار للشعب اليمني. كيف سيساهم ذلك على أرض الواقع في الحد من معاناة اليمنيين؟ نعم، في الواقع أن الحوثيين الانقلابيين وميليشياتهم تسببت بوضع إنساني خطير في اليمن بهدف استغلاله سياسيا لإيقاف العملية العسكرية الجارية الآن والهادفة إلى إعادة الشرعية الدستورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. ولكن لا شك أن دول التحالف أثبتت اليوم صدق مفاهيمها السياسية واستراتيجية المتمثلة في إعادة الأمل في نطاقاتها الثلاث، النطاق العسكري والنطاق السياسي والنطاق الإنساني. ولا شك أن اليوم دول التحالف التي تقدم 1.5 مليار دولار لليمن على شكل مساعدات إنسانية وتنموية وبنية وإنقاذ البنية التحتية المنهارة هي تثبت اليوم حرصها على أمن اليمن وسلامة شعبه، على العكس من ما يعمله الإيرانيون وعملائهم من تدمير شامل للدولة اليمنية وللبنية التحتية وللوحدة الاجتماعية في اليمن. ولذلك اليوم دول التحالف الدعم الشرعية تقدم للعالم النموذج الأمثل في حرصها على اليمن دولة كما كان في السابق وشعبا كما هو دائما. ولذلك فهي اليوم تقدم رؤية استراتيجية في هذه المبادرة أو هذا المشروع الذي يسمى وحدة العمليات الإنسانية المشتركة، والذي يتلاقى مع أهداف الأمم المتحدة المسمى الاستجابة، عملية الاستجابة السريعة للحاجات الإنسانية، بل يتعدى الأهداف الأمم المتحدة إلى تعزيز البنى التحتية وخاصة في الموانئ البحرية والجوية والبرية وإعادة وتعزيز. نعم، في الوقت يعني في ذات التوقيت وزير الخارجية في الاجتماع، وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة لا يمكن إنهاؤها ولا يوجد حل جذري لها إلا بإنهاء الأزمة السياسية التي أفرزت هذا الوضع الإنساني المتردي. هل من حلول حقيقية على أرض الواقع في الأفق؟ نعم، هو في الواقع الممثل الأمم المتحدة
إسماعيل ولد الشيخ. نعم. أعلن عن موافقة جميع الأطراف، ونحن نتوقع يعني أمل جديد للجلوس على طاولة المفاوضات، وكما نتوقع أيضا أن الحوثيين يعني ربما يتخلون عن عنادهم بعد الهزائم الميدانية التي منيوا فيها في المحافظات الوسطى وفي الساحل الغربي والمحافظات الشمالية المتاخمة للمملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد أننا أمام فضاءين، الفضاء الأول هو الفضاء الإنساني والإنمائي لليمن الذي يطوق الانهيارات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاجتماعية بشكل عام، والفضاء الثاني هو الأفق السياسي الذي يبشر به موفد الأمم المتحدة. نعم. وتوافقت عليه جميع الأطراف. شكرا جزيلا الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من الرياض.